طب احنا معانا صور هنعرضها لحضرتك على الشاشة اللي ورايا هنا. تمام. حضرتك هتعلق على كل صورة أو هتقول قصة بينك وبين ماشي. الصورة دي. أول صورة نشوف مين معانا. كابتن أسامة نبيه. كابتن أسامة نبيه طبعا. ده من الفراودة اللي كانت جامدة جدا. كمان مدرب شاطر جدا جدا. من الناس اللي هي بتذاكر كويس، بيشتغل على نفسه كويس جدا. الحتة الأخلاقية بقى كمان حدث ولا حرج يعني. طبعا. يعني كابتن أسامة أنا بحبه جدا جدا كمدرب وكلاعب وكشخصية خارج الملعب. نشوف مين معانا تاني يا جماعة. الصورة التانية. ده أخويا بقى كابتن عبد الحميد بسيوني. يعني أنا موجود معاه دلوقتي حاليا في غزل طبعا. المحلة. هو من الناس اللي كانت قريبة مني جدا واحنا بنلعب. حاليا كمان احنا اصدقاء واصحاب من قبل ما اشتغل معاه. كان عايزني اشتغل معاه من فتره طويله لكن جت في غزل المحله يعني. ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق. ومعانا صوره كمان. مين معانا يا جماعه؟ استاذ فنجاده. اشتغلت معاه فتره كويسه جدا في نادي الزمالك وجاب بطولات لنادي الزمالك وكان من المدربين الكبار جدا جدا. لكن انا لما جه مدير فني الاتحاد انا زعلت جدا يعني ان هو راح في الحته دي في اتحاد الكوره يعني. لكن هو كان مدرب افضل كتير كتير جدا. طب معانا صوره كمان نشوف مين معانا. كابتن محمد صبري. كابتن صبري يعني من الناس اللي هي التاريخ. كان لعيب عالي جدا جدا ما كنتش تعرف تقطع منه الكوره في حتى في التمرين. كان الشوطه بتاعته كانت قويه جدا جدا. شخصيه كمان مهم. اتمنى ان هو ياخد فرصته بشكل كبير يعني محمد صبري يعني. كمان كمدرب لسه مدرب كبير على فكره ومدرب شاطر جدا. طبعا. اتمنى ان هو ياخد فرصته كمدرب يعني. لو حضرتك ممكن تدي لحد في حياتك كارت احمر تديها له على طول كارت احمر ولا ممكن انذار في انذار ولا على طول مفيش؟ لا انا ليا مرتين زي الكوره يعني. انذار يعني في اسيبك مرتين تعمل مشكله معايا مرتين الثالثه ما برجعلكش خالص خالص خالص. مفيش طرد مباشر بتدي له فرصه؟ لا اديك فرصه انذارين اصفر مرتين مفيش مشكله. طب وهل مثلا في فتره سماح ممكن مثلا بعد فتره يرجع ولا؟ انا عمري ما بغلط في حد. بتغلط فيا مره جيت قلت لي انا اقول لك خلاص انا سامحتك مفيش مشكله بس ما تعملهاش تاني يعني ما تعملش انا بزعل من كذا كذا ما تعملش تاني يعملها تاني اقول له ما تعملش الحاجه دي تاني. عملها تالت خلاص تالت لو جبت لي مين مش هكلمك تاني. الموضوع انتهى انتهى خلاص. طب احنا في رمضان ورمضان تسامح وطبعا كلنا عارفين ده. مين تحب تقول له انا مش زعلان منك خلاص يعني حتى لو ممكن ما نرجعش زي الاول بس خلاص انا مسامحك؟ لا ده كتير كتير اظن كتير بتسامح يا كابتن حتى بينك وبين نفسك بينك وبين ربنا. انا مسامح ولكن انا بيني وبين ربنا برضه صدقت بعبدي لوجه الله لكن ما بكلمش الشخص تاني. لكن انا بيني وبين ربنا سامحته يعني مش شاغل بالي بالدنيا خالص. طب مين تحب تقول له سامحني احنا في رمضان ما تزعلش مني؟ ربنا يعني اتمنى من الله يسامحني على كل الاخطاء الواحد بيعملها. واتمنى ان هو يقبلنا من الناس اللي احنا بنتوب في رمضان جميعا واكون من الناس التوابين الغفر يعني ان هو بيغفر لنا ان شاء الله لو سمحنا.